السيدة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية من مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذة لينا. في البداية نتكلم عن الضعف الذي خيم على الأسواق العالمية اليوم، ما المحرك الرئيسي للأسواق اليوم؟ نعم، أهلا بك رنا. بداية، بالفعل الأسواق العالمية بعد تراجعاتها أو ارتفاعاتها أمس كانت تراجعات قوية شهدناها على الأسواق العالمية بسبب أولا استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأيضا ترقب لحزمة التحفيز الأمريكية وأي مستجدات حول هذا الموضوع، خصوصا بعد تمريرها من مجلس النواب الأمريكي. نحن نترقب إقرارها من مجلس الشيوخ الأمريكي، سيكون لها تأثير بالفعل كبير على الأسواق العالمية لو تم تمريرها. لكن بالفعل هذه التراجعات اللي عم نشهدها على الأسواق الأمريكية عملية أو الأسواق العالمية بشكل عام هي عملية التقاط أنفاس. لا ننسى أن الأسواق الأوروبية شهدت بيانات تعتبر سلبية. بعد البيانات الإيجابية كانت من ألمانيا أمس، اليوم عم نشهد بيانات سلبية سواء من مبيعات التجزئة الأمريكية التي حققت انكماشات تقريبا ب4.5%. نتحدث عن ارتفاع في أيضا بعد استقرار معدل البطالة ب6%، لكن ارتفاع عدد العاطلين العمل تقريبا 9,000 في يناير، 9,000 عاطل عمل هو أول ارتفاع يظهر في يناير. فهذه البيانات السلبية أثرت بشكل كبير على تعاملات الأسواق الأوروبية، ولا ننسى أيضا تمديد الإغلاقات في ألمانيا حتى نهاية هذا الشهر، الشهر المقبل. ولا ننسى أن المتاجر يعني ما زالت مغلقة وأثر بشكل كبير على مبيعات التجزئة، هي مبيعات الملابس التي تراجعت بنسبة 7% أثرت بشكل قوي. ولهذا السبب نرى هذه التراجعات اليوم، ربما يعني نقول أنه السبب التراجعات بكل الأسواق العالمية هي عملية ارتقاط أنفاس. نعم، أيضا اليوم نتحدث عن دولار قوي، إلى أي المستويات يتجه مؤشر الدولار برأيك، وتحديدا أمام اليورو والين؟ نعم، بالنسبة للدولار الأمريكي ما زال يستفيد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لا ننسى ما زالت مرتفعة رغم استقرار 1.4. نحن نتحدث عن الأسبوع الثاني على التوالي من الارتفاعات. إذا نظرنا للدولار الأمريكي من بداية العام مرتفع 1.16%، وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي تقريبا ب 1.16%، تلعب الدور الرئيسي في ارتفاع الدولار الأمريكي. لكن ما زال إذا نظرنا إلى يعني هناك توقعات ارتفاعات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، هي سببها السبب الرئيسي هي أنه توقعات لارتفاع التضخم، وأيضا ما زال أسعار الفائدة متدنية ولم يتم رفعها. لكن أتوقع على يعني ربما على المدى القصير سنلاحظ ارتفاعات الدولار الأمريكي، لكن ما زالت توقعات على المدى الطويل سوف الدولار سوف يبقى ضعيف بسبب أولا التضخم، وتوقع أن يرتفع التضخم. هناك تحذيرات من البنوك المركزية سواء من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. إذا نظرنا إلى البنك المركزي الأوروبي يرى أنه ارتفاع عوائد يجب أن يراقب عوائد سندات الخزانة الأمريكية ولا يريد أن يتم رفعها، لأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بتزيد من تكلفة الإقراض وبتضر بالاستهلاك بشكل 70%. اليابان ترى مراقبة السندات وعوائدها، رغم أنه تصريحات الفدرالي الأمريكي أنه لا ترى الداعي من ارتفاع عوائد السندات. نعم، باختصار إلى أين يتجه الذهب مع صعود الدولار؟ طبعا الذهب نلاحظ يعني نشوف التراجعات على اسعار الذهب بسبب اولا عندنا عده اسباب ادت الى هو التوجه نحو اسواق الاسهم والسندات، ثانيا الدولار الامريكي والعلاقه العكسيه بين اسعار الذهب والدولار الامريكي، الثالث اهم عنصر رئيسي هو القراءه المتاحه لدى من مجلس الذهب العالمي. المعروض من الذهب وصل ل 3856، الطلب العالمي 3754 طن، يعني هناك وجود فائض ب 105 طن. يعني وإذا نظرنا إلى الطلب من الصين، وهو المخاوف من مقدار خروج الصناديق المتداولة هي تقريبا نتحدث عن 1.5 طن. فبالتالي هذا نتيجة البيانات الأخيرة من الصين اللي عم تقول أنه في تضخم. نعم، وصلت الفكرة أستاذة لينا. 0.3%. نعم،
نعم وصلت الفكرة. فمتوقع، لكن على المدى الطويل أريد أن أذكر أن الذهب ما زال نصرتنا بسبب أن التضخم أداة للتحوط، نعم فمتوقع أن يرتفع الذهب خلال على المدى الطويل. نعم أستاذة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية من إكويتي.